بهذه المحكمة بمصاحبة السيد مشعيب المهدي الذي قرب جلالة الملك نصره الله وليده تعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، ثم إصدار أمره للسيد كاتب الضبط بتلاوة سند تعيينه وتحريم كل ما رأى بهذه الجلسة في محضر قانوني للرجوع إليه عند الحاكم. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام وكيل الملك، سلام تام لمجهود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. وبعد، فرأي الذي اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضاء خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2022 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد محاكم المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي، الله يبارك في مرشدي. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب، كما أطلب منكم العمل لتحقيق النجاح في العمل القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي عينتم بها، وأن تسهروا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء. عرفت رحاب المحكمة الابتدائية بطنجة هذا الصباح تنصيبي في جلسة رسمية وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بعد موافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره، وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبقدر ما هو تشريف هذا التنصيب بقدر ما هو تشريف هو تكليف في حد ذاته أحمله على عاتقي. هناك مجموعة من الأهداف التي سطرتها وسأحاول جاهدا العمل والاشتغال عليها. من بين هذه الأهداف ما تم الإشارة إليه في كلمتي هذا الصباح في الجلسة الرسمية، وأخص بالذكر سلك طريقة الأبواب المفتوحة في وجه المواطنين، استقبال شكاياتهم وتظلماتهم والبت فيها بالسرعة المطلوبة لإحقاق الحق وإعطاء الحقوق لأصحابها. هناك أهداف أخرى سوف أشتغل عليها، ومنها على الخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى نظرا للإكراهات التي تعرفها السجون من هذا الجانب. هذه الأهداف مجتمعة لا يمكن الوصول إليها وبلوغها إلا بمساعدة ومؤازرة الطاقم الذي سوف أشتغل معه، وأخص بالذكر السادة نواب وكيل الملك وموظفي كتابة النيابة العامة ومساعدي القضاء وخاصة هيئة الدفاع والشرطة القضائية وإلى غير ذلك من مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين وموثقين وغيرهم للقضاء على المخلف الذي تعرفه النيابة العامة. كنشكركم جزيل الشكر على الحضور ديالكم كوسائل الإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها السيدات والسادة، تتشرف رحاب هذه المحكمة بحضوركم معنا اليوم بمشاركتنا هذه الجلسة الرسمية والمقام بوحي اختيار الكلمات التي تؤتي المناسبة حقها في التعبير لكم بداية عظيم شكري وامتناني الخالصين والصادقين على تفضلكم بحضور هذا الحفل المبارك الذي زاده الشرف، وبقدر ما أحس به من اعتزاز، بقدر ما أكتشف من ثقلي وهيبة وجلال مسؤول ملقاة على شخص متواضع، والتي تجعلني أكثر حماسا وأشد حرصا على القيام بها بكل حزم وشدة. أيها السادة والسيدات، ونحن في فضاء هذا المكان تتبرع لدي تلك الحكمة الخالدة التي تقول أن العدل أساس الملك وبه يستقيم كل شيء، وإذا تحقق العدل حفظت كرامة الناس وأخذ كل ذي حق حقه، وهذا لن يتأتى إلا بقضاء عادل أقسمنا يمين الولاء له لإحقاق الحق، مصداقا لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بها الناس يتحكم بالعدل، صدق الله عليه. واستنادا إلى ربكم أعاهد الله وأعاهدكم أن أطلع بمسؤوليتي بكل حزم وأمانة في الضرب بقواعدي لكل من سول منه نفسه الخروج عن القانون والأخذ من المظلومين وقول كلمة الحق عاليا حتى نكون في مستوى تلك النور الكريمة.
إنكم تعلمون حضارة السيدات والسادة أن عدالتنا تجتاز مرحلة دقيقة، وقضاءنا تنتظر تحديات أخرى أهمها وأشدها استرجاع تحقيق المواطن في قضايا وجعل القضاء في خدمة المواطن. وأذكر هنا ما جاء في خطاب الملك السامي بمناسبة ترأس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثامنة إذ قال حفظه الله: إننا نتوخى لجعل القضاء في خدمة المواطن قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مصادرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة تشرف قضاتها. السادة المدعوين على حضور هذه الجلسة الرسمية لشهادة